الخامسة باتجاه مدينة جرابلس بعد ما كانت الناس عايشة هون داخل هذا الحي رغم الحصار رغم القصف رغم كل شيء الناس كانت مبسوطة بس اليوم الناس عم تتهجر كل أسبوع في دفعة عم تخرج من الحي باتجاه مدينة جرابلس أو إدلب أول شيء الحين هجروا هالعالم هاي كلياتها والعالم خارجيا كلياتها ربياني من ورا شو هالتهجير هذا حطوا كل العالم كل عيلي كل المسلمين هجروا الله من ورا شو وآخر معهم دول الخليج هاي ربياني بهالشيء هذا دول المسلمين ربياني بهالشيء هذا بس راجعين خمس راجعين له.